فيها حصون العدا وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، ها هي الأيام تمر من هذا الشهر العظيم المبارك، وها قد قضينا ثلث هذا الشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، سائلين المولى عز وجل أن يكتب لنا الأجر وأن نتقون من عتقاء رمضان. وقد تحملتم هذه الأيام على حرارتها، ولكن الأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ومع السؤال الحادي عشر من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: صحابية جليلة رضي الله عنها من بني أسلم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، شهدت الخندق وشهدت خيبر، عرفت بعطائها وإعانتها للآخرين، عرفتها ميادين الجهاد وميادين القتال بالطب والأدوية ومعالجة الجرحى. كان لها خيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالج بها الجرحى. فعندما أصيب سعد بن معاذ في الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في خيمة فلانة التي في المسجد حتى أعوده من قريب. شهدت خيبر وأخذت معها خيمتها وأدواتها فوق الجمال، وأقامت قريبة من معسكر المسلمين. فمن هي؟ رضي الله عنها ورحمها الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.